مواصلة للجهود المبذولة الرامية إلى مجابهة ظاهرة التهريب بشتى أنواعه، تمكن أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بتبسة من حس كمية معتبرة من المحركات المستعملة أجنبية الصنع مستوردة عن طريق التهريب. حيثيات القضية تعود إلى ورود معلومات لأفراد الفصيلة مفادها وجود نشاط إجرامي لشخص يستغل منزله الشخصي في تخزين المحركات المستعملة الخاصة بالمركبات استغلالا للمعلومة، وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم وضع خطة محكمة وتفتيش المنزل محل المعلومة أين كانت نتيجة إيجابية. هذه العملية أسفرت عن حجز 43 محرك مستعمل أجنبي صنع لمختلف المركبات. بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي فيما تبقى التحريات متواصلة للإطاحة بأفراد الشبكة الإجرامية. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.